كانت الميديا الجنسية. أنا ما اخترعتهاش، كانت قبل مني وتجسدت فيا أنا. في الأول كانوا كيقولوا ما كانش عندهم حتى مشكل، بزاف الناس ما كانوا حتى مشكل، دابا هما اللي كنت أنا ساكن فيها بأنهم يمارسوا الجنس معايا ومع دراري أخرين. ملي وصلنا للسن ديال 13 عام كلشي تبدل، وتما كاينه بدات المعركة بالنسبة لي أنايا. يعني دخلت واحد النفاق كبير، دخلت واحد الحرب صامتة ما انتهتش، واللي داني واحد المجال كيتسمى السينما. يعني الفيلم اللي شفتو البارح جاي من هذاك الواقع، من ديك الحرب اللي أنايا تفرغات عليا في السن ديال 13 عام، وتا واحد المجال دافع عليا، لا الوالدين ديالي لا الحكومة لا الدولة طبعا. ملي كنت كندير الإخراج حاولت نرجع لذاك السن ديال 13 عام، اللي أنا 13 عام دري ديال 13 عام، والحومة كلها كما سمحوا لي العبارة ديال نقولها بالدارجة، الحومة كلها باغا تدوز عليه، الرجال ديال الحومة كلها باغا تدوز عليه. كيخرجوا كيجيو بالليل كيغوتوا بالليل، تيقولوا شي هضرة اللي ما كتقالش، والوالدين سامعين والحومة سامعة. ومن بعد ملي كنخرج انا في النهار، انا اللي كيلوموني وانا اللي في الفساد. وهذا الدري ديال 13 عام، علاش الوالدين ما دافعوش عليا؟ علاش المجتمع ما دافعش عليا؟ وعلاش انا اللي ناخذ هذا الشيء كله بوحدي؟ ما فهمتش لحد الان. لا الوالدين ديالي ما طلبوا مني السماح، لا المجتمع دار لي السماح، لا حتى حاجه. انا ما تنقول لكمش هذه الهضره باش نقول لكم بلي انني خارج عندي شي حاجة حقد على المجتمع المغربي ولا شي حاجة، ولكن هذه شي حاجة مهمة، لأن لحد الآن ذاك العنف اللي أنا عشت فيه واللي مازال ما كتبتش عليه، وخا الناس يقولوا راني تنكتب على الميديا الجنسية، أنا مازال لحد الآن ما درت شي كتاب كنعاود فيه ذاك الشيء اللي وقع ليا. ما عندي حتى مشكل مع الوالدين ديالي، مع خوتي البنات بالعكس، ولكن هذاك المجتمع انا عارف علاش ما دافعش عليا. ملي كنجي ندير فيلم، ملي بديت ندير فيلم البارح، اولا حنا عارفين كلنا شنو هو الواقع المغربي، يعني من غير ما نهضروا على المثليه، حنا عارفين باللي في الواقع المغربي اي مغربي عنده اطلاع شنو هو الواقع. بحال دابا الوالده ديالي الله يرحمها، ملي جات ملي جاو الحي السلام وبغاو يبنيو ديك الدار، وبغاو ياخذوا ليتوريزاسيون باش يديروا داك الدار، الواقع كان كيفرض عليها انها ماشي ما تحترمش القوانين، اش غادي دير؟ هي كتعامل مع داك الواقع اللي مفروض عليها، اللي كيتسمى المغرب، الواقع المغربي. يعني كدير شي حوايج اش غادي نقول لك، فيها الطولونطيه، فيها شويه ديال التحراميات، فيها شويه ديال النفاق، فيها شويه ديال كذوب. يعني انا تنمنش تنقول شي حاجه غريبه عليكم، هذا الشيء اللي قلت على الوالده ديالي. اي مغربي كيتعامل مع هذا الواقع. كاين انا براسي ملي كنت في الليسي، وداك الشيء كان وقع لي من قبل 13 عام، كنت نكون في الليسي في الساحه، تتيجي توقف عليا شي حد تيقول لي انت هو ذاك عبد الله ديال حي السلام. يعني داز 10 سنين وباقي ذاك لا ريبوتاسيون تابعاني، تيجي اي واحد يجي يوقف اللي هو دابا بالنسبه ليه راه تيوقف وكيمعني عليا بعينيه، تيقول لي ها شنو، تيقول لي من بعد اجي ندوزو انا وياك للطواليت. دابا شكون هو دابا اللي تيدير الغلط وشكون هو اللي كيدير الصح؟ وهذاك السيد اللي تيقول لي زعما تيمعني عليا وتيقول لي راه انت قالوا لي عليك، وفي نفس الوقت تيقول لي اجي ندوزو للطواليت، شكون هو دابا؟ حنا كنا عارفين بلي هذا هو الواقع. يعني اللي بغى يحكم عليا ما كاين حتى مشكل، انا حكموا عليا الوالدين ديالي، حكموا عليا شحال هذا، يعني باش نبداو بها، انا مولف شحال هذا، ما كاين يعني ماشي يعني خويا الكبير كان كيدخل للدار ماشي غير السكات، شنو نقول لك، الحسن الثاني عندنا يعني بحال الطريقة زعما ما كنقدروش نتنفسوا. حاولت انتوكا نكون حاط العلاقة حقيقية جدا مع ذاك الواقع، يعني لي ديتاي ديال الواقع، الملابس، الصنادل، الماكلة، الدواز، البوطاكاز، الطلانط ديال الحوفة،
يكونوا حقيقي داكشي ما يكونش ما يكونش بحال نظره مثقفه خارجه على داكشي اللي انا عشت فيه. كانوا بزاف الحوايج زوينين في ديك السنوات الاولى اللي عشت فيها في الحي السلام، ولكن كان واحد العنف يعني ما عندوش لا نهايه له. ولا لحد الان انا عندي 40 عام، حتى الان حتى واحد ما يعني ما جاتو حتى الفكره يقول لي كيفاش استرجع الذاكره ديالو ويتفقد داكشي اللي كانوا كيديروا لي ملي كنت صغير، ويقول لي كيفاش درتي انت دابا، انت كيفاش درتي باش تخرج راسك. انا بصراحه انا براسي ما عرفتش كيفاش درت، وكلشي عارف، وانت واحد ما كيدافع على الدري عنده 13 عام. دونك لحد الان هذا الشيء انا يعني لحد الان واخا انا عندي 40 عام هذا الشيء راه مازال ما خرجتش منه. لحد الان حتى واحد ما طلب مني السماع، لانه فعلا انا كنظن انا شي واحد بحالي داكشي اللي داروا ليه في حي السلام مستحق يطلبوا منه السماع.